أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر المفتون في القنوات الفضائية وأصبحنا نسمع فتاوى لم نكن نسمعها من علمائنا، إما أن تكون فتاوى فيها تساهل أو فتاوى فيها نبذ لولاة الأمور، فما توجيهكم لمن يسمع ذلك؟ توجيهنا أن تحذروا من هذه القنوات وهذه الفتاوى والاطلاع عليها، إلا لمن يقوم بالرد عليها وبيان بطلانها. أما الاطلاع عليها من غير أن ينقضها ويرد عليها فهذا لا يجوز، لأنها قد تؤثر عليه وقد تخل بعقيدته، لا سيما إذا دخل فيها من يتظاهر بالعلم ويتظاهر بالعقل، فإن هذا يؤثر أكثر، فهي فتنة بلا شك. نعم.